بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتكلم على خلع الولادة في الأطفال، ودي من المشاكل الشائعة جدا وبتجيلنا أسئلة كتير جدا على جروب عيادة العظام، فهنتكلم النهاردة بشكل مبسط. الخلع بيحصل في مفصل الورك. مفصل الورك ده عبارة عن زي ما احنا شايفين في الصورة، مفصل الورك عبارة عن تجويف اللي هو الحق، ده يشبه الطبق، وفي رأس عظمة الفخذ اللي هي اللي عليها السهم الأصفر، ده بيبقى التكوين بتاعه في المريض اللي عنده خلع في الولادة بشكل غير طبيعي. بيكون التجويف ده ضحل أو مجاويط، بياخدش الرأس بشكل كامل، فبيكون مبهوأ زي ما بنقول. ممكن ما يحصلش خلع في الحالات الشديدة، بيحصل خلع إن الرأس دي تخرج من المفصل تماما. خروج الرأس من المفصل تماما يؤدي إلى إن الرأس دي ما بتظهرش في الأشعة بشكل طبيعي، وبيحصل تغيرات فيها تؤدي إلى مشاكل مستقبلية. كذلك الحق ده أو الطبق اللي احنا بنتكلم عليه ده ما بيتكونش بشكل سليم إذ لو الرأس ما دخلتش فيه. فلذلك هدف العلاج هو احنا نرجع رأس عظمة الفخذ إلى مكانها الطبيعي. الخلع الولادة ده زي ما احنا شايفين في الصورة كده بيحصل بهواء في المفصل، فالمفصل بيخلع. الخلع الولادة بيحصل في طفل من كل 1000 طفل، مش كلهم بيجي لهم المرض بشكل كامل، ولكن عشر الرقم ده تقريبا هو اللي بيكمل معانا في العلاج. يعني احنا لو فحصنا الطفل في خلال 72 ساعة كما هو المعتاد، فاحنا بنلاقي كليك او صوت الخلع في المفصل ده، فاحنا ما بناخدش بالمسألة دي، بنعيد فحص تاني بعد اسبوع، 90% منهم بيكون طبيعي. وحتى لو المشكلة موجودة بعد اسبوع بنأكد ده بأشعة الموجات الصوتية بعد 6 اسابيع. طيب ايه اسباب خلع الولادة؟ اسبابها غير معروفة، لكن في حاجات بتخلينا نقول ان ده الطفل ده ممكن يجيله خلع اكتر من غيره. اول حاجة ان يكون وضع الجنين في بطن أمه في الشهور الأخيرة من الحمل نازل بالمقعدة زي ما هو في الصورة. كذلك في أسباب تانية المعتاد عند الناس خاصة في البلاد العربية وفي مصر كمان، إن الطفل بيلفوه اللفة اللي في الصورة دي، إن بيخلوا الرجلين لازقين في بعض، فالرجلين لما بيبقوا مضمومين لبعض ده بيؤدي إلى احتمالية حدوث خلع الولادة. كذلك العوامل الجينية، لو أخوه جاله خلع في الولادة أو والده أو والدته، بيبقى احتمالية حدوث الخلع حوالي 12 مرة أكتر من أقرانه. طيب أعراض الخلع بنعرفه إزاي؟ أول حاجة بيحصل فحص روتيني بيعمله دكتور الأطفال أو دكتور العظام بعد ولادة الطفل خلال 72 ساعة من الولادة زي ما احنا شايفين في الصورة. بيحاول الدكتور إن هو يفحص ثبات المفصل، يشوفه بيخلع معاه ولا لا، في كليك ولا لا. طيب لو حس كليك بيقول له يا إما نفحصه تاني بعد أسبوع. 90% من الأطفال بيختفي المسألة دي، أو بيطلب أشعة موجات صوتية بعد 6 أسابيع. كذلك أغلب الأطفال بيكون اتحسنوا، لأن في أول أيام الولادة بيكون الأربطة إلاستيك أو قابلة للمط، فبيحصل ما يشبه الخلع ده. طيب لو في خلع حصل فالأم تلاحظه ازاي؟ بتلاحظ ان فيه رجل اطول من رجل بالنسبة للأطفال، لسه ما بيمشيش، فبتلاحظ ان رجل اطول من رجل، ركبة اعلى من ركبة، ألم في مفصل الورك لو حركته. لو الأطفال كملوا بعد كده في الخلع، طبعا دي أشعة الموجات الصوتية اللي بنعملها للأطفال بعد 6 أسابيع.
طيب الطفل بالطفل اللي بيكمل بخلع في الولادة وما بتشخص، يعني طفل أهمل والدته ما خدتش بالها في أول شهور، بتلاحظ إيه؟ بتلاحظ إن الطفل بيمشي زي مشية البطة، في ترنح في المشي، بيبقى فيه صعوبة في المشي في البداية، لازم نعمل أشعة عادية على الحوض لاستبعاد وجود خلع. طبعا التشخيص بعد 6 شهور مختلف تماما عن قبل 6 شهور. قبل 6 شهور بنعتمد على الفحص وعلى الموجات الصوتية، لكن بعد 6 شهور خلاص رأس عظمة الفخذ اللي هي باللون البرتقالي بتكون تكونت بشكل صحيح، فاحنا بنشوف وضعها داخل الحق او الطبق اللي احنا قلنا عليه شكلها طبيعي ولا. ان اللي على يسار الشاشة ده الطبيعي، الرأس اللي هي عليها نقطة برتقالي جوه الحق بشكل مظبوط. في الناحية التانية بنلاقي ان رأس عظمة الفخذ اللي هي باللون البرتقالي مخلوعة تماما بره المفصل، والحق مش زي التاني بيكون مبهوأ شوية او مش شكل الطبق. طب علاج الخلع ايه؟ فمن عمر شهر لعمر 6 شهور خلاص احنا بالفحص قلنا ان ده خلع في الولادة، وموجات الصوتية قال كمان ان ده خلع في الولادة، بنلبسه الحزام ده بنسميه بافليك هارنس اللي هو باللون الموف او الازرق ده، بيلبسه لمدة 6 اسابيع الى 12 اسبوع، وبنعمل له حتى اشعة الموجات الصوتية وهو لابسه، بنشوف بنتأكد ان رأس عظمة الفخذ في مكانه. بيلبسه طبعا ليل ونهار في اول 6 اسابيع، ممكن بعد كده 6 اسابيع اللي بعدهم او الفترة اللي بعدها بيلبسه بعض ساعات اليوم والليل. طيب لو البافليك هارنس ده او حزام بافليك ده ما جابش نتيجة، بنلبسه حاجة تانية اللي هو ابدكشن بريس، اللي هو الحزام اللي هو بيعمل تباعد ما بين عظمتي الفخذ، وده عشان لما العظمة الفخذ بنبعدها عن بعضها بنساعدها انها ترجع لحق المفصل الورك، ولما بترجع لحق المفصل بتنمو بشكل طبيعي. طيب من عمر 6 شهور لسنة ونص برضو يا إما المريض ما تحسنش بالعلاجات اللي فاتت، يا إما المريض ما تشخص إلا بعد 6 شهور، فبنأكد طبعا تشخيص بالأشعة العادية، وبنعمل له بنرجع رأس عظمة الفخذ ده إلى المفصل تحت جهاز أشعة السي آر، جهاز أشعة في العمليات، ونرجعه بدون فتح بدون جراحة، ونعمل له الجبس أو الهيبس بايكا اللي موجودة في الصورة، وبيظل فيها حوالي 1.5 شهر، وبنعمل أشعة بشكل دوري بنتأكد إن عظمة الفخذ في مكانها. لو ما رجعتش بدون مغلق بدون فتح أو بدون جراحة، ممكن نعمل جرح صغير بنرجع فيه عظمة الفخذ لمكانها زي ما احنا شايفين في الصورة، بنحقن صبغة كمان اللي هي باللون الأبيض عشان تبين لنا رأس عظمة الفخذ، وبنتأكد ان هي في مكانها، وبنعمل الجبس زي ما في الصورة. طيب بعد عمر 1.5 سنة احنا شايفين ان الطفل اللي عنده خلع ولادة بسيط جدا اللي هو على يسار الشاشة اللي هو ده، بعد 3 سنين تشوف الرأس عظمة الفخذ طلعت بره تماما، والحق بشكل معمول زي يعني أقل مفتوح تماما، بيسمح بخلع العظمة، والعظمة تشوهت بشكل كامل. شايف عاملة ازاي؟ شوف الطبيعي هنا والحق عامل يعني أفضل من التاني، يعني هو كمان مش في الوضع الأمثل لكن أفضل من الحق اللي هو مفتوح تماما في الناحية اليمين. فطبعا لو سبناه بدون علاج ده في أول سنة، بعد 3 سنين بنلاقيه بالمنظر ده، فطبعا ده منظر غير مقبول تماما.
طيب بنعمل له ايه المريض ده؟ لا ده لازم جراحة، بنفتح جراحة، بنعدل وضع الحق بتاع المفصل زي ما احنا شايفين في الصورة هنا، بنعدل ده، بنعمل كسر فوق حق المفصل وبنعدله، بنخليه اغوط او اعمق من السابق، بنعمل كسر هنا بيكون بالشكل ده، ونرجع فيه رأس عظمة الفخذ ونشوفه في الصورة الثانية، بنثبته بأسلاك معدنية زي اللي في الصورة دي أسلاك معدنية، وممكن كمان نعمل كسر في أعلى عظمة الفخذ عشان نساعدها على البقاء داخل المفصل. بقاء رأس عظمة الفخذ داخل المفصل هو هدفنا، لازم يرجع عشان ينمو المفصل بشكل طبيعي. دي الأشعة، تطور الأشعة من أول الخلع. هنا رقم واحد، هنا المفصل مخلوع تماما، هنا عملنا كسر في حق المفصل وثبتناه بأسلاك معدنية، هنا الكسر لحم بفضل الله، هنا تكون بشكل طبيعي، هنا خلاص المفصل بقى زي التاني أو يعني قرب منه واتحسن بشكل كويس. بندعم التثبيت ده بجبس زي ما احنا شايفين في الصورة. طبعا الناس بتقلق جدا من الجبس ده، شكله يعني مش لطيف، لكن في الصور دي هنعرض ازاي الناس بتتعامل مع الهيب سبايكة او الجبس بالشكل ده. يعني هنا الام ملبساها حاجات جميلة زي ما انتم شايفين، هنا الام شايلة الطفل بدون اي مشكلة خالص، بتشيله في العربية بتاعته والطفل مبسوط، هنا بيتفسح وبيروح بيه المصيف، ما منعوش عن المصيف ولا حاجة. هنا بقى بنشوف مضاعفات عدم العلاج، يعني المفصل ده لو ما اتعالجش ايه اللي ممكن يحصل؟ زي ما احنا شايفين هنا ممكن رأس عظمة الفخذ تختفي تماما، هنا ما فيش رأس اصلا لان مخلوعة بره المفصل زي ما احنا شايفين، هنا ما فيش رأس خالص، خلاص المفصل ده تآكل يعني ما ينفعش خالص، فبيكون النتيجة ان هو بيحتاج جراحة مفصل صناعي كامل. طبعا مفصل صناعي كامل المفروض ان هو ما يتعملش قبل سن 50، لكن الطفل ده هيتعمل مفصل قبل 30 سنة، وهيكون حتى قبل الوقت ده بيعاني بشكل كبير جدا، فعشان كده نتجنب المسألة دي، لازم يكون في فحص مبكر ووعي بمشكلة خلع الولادة، ولازم نكتشفه مبكرا، وإن شاء الله ما يحصلش في أولادنا ولا في أحبائنا، ونشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا، مع تحياتي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير للفيديو. شكرا جزيلا لكم.